في حلقتنا اليوم ستسمعون العجب العجاب، فسنعرف كيف كانت خلقة آدم عليه السلام، ولماذا فزعت منه الملائكة، وكيف تختلف خلقة حواء عن باقي النساء، وكيف تكاثرت البشرية في بداية الزمان، وما هي القصة الغامضة في قتل قابيل لأخيه هابيل، وكيف توفي سيدنا آدم وأين دفن، ومن تولى النبوة من بعده، ولماذا أحجام البشر تتصغر؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة، تابعوا معنا لتعرفوا إجابات كل تلك الأسئلة. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك. فقال آدم: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله. فقال الله: يا آدم، هذه تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم: أي ربي وما ذريتي؟ قال الله تعالى: اختر إحدى يدي يا آدم. فاختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن، فإذا برجال أفواهه من نور، وإذا برجل يعجب آدم نوره. فقال آدم: أي ربي، من هذا؟ فقال الله تعالى: هذا ابنك داود. فقال آدم: كم جعلت له من العمر؟ قال: جعلت له 60 سنة. قال: أي ربي، فزد في عمره. قال الله تعالى: لا، إلا أن أزده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام، فزاده من عمره 40 عاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص من بعده حتى الآن. وهذا معناه أن أحجام البشر تنقص من آدم حتى وقتنا هذا، فكان ذرية آدم أقوياء كبار الحجم ولديهم ذاكرة قوية، ومن جيل لجيل تتناقص الأحجام والقوى وتضعف الذاكرة. وقد خلق الله تعالى آدم من طين وظل 40 سنة قبل نفخ الروح، فمرت به الملائكة ففزعت منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا هو إبليس، فكان يصوت الجسد كما يصوت الفخار فتكون له صلصلة. وقد أشار الله لذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: من صلصال كالفخار. فكان إبليس يقول: والله إنك خلقت لأمر عظيم، فدخل من فيه وخرج من دبره. وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، إن ربكم صمد وهذا أجوف، والله لئن سلطت عليه لأهلكنه. ثم كان من أمر آدم مع إبليس ورفضه للسجود لآدم ونزول آدم إلى الأرض بعد معصيته لله تعالى. فأول ما أهبط آدم عليه السلام ألهمه الله أن يتوب من ذنبه، ومسخ الله إبليس على صورة بشعة، فكان إبليس حاقدا على آدم عليه السلام، وذلك لتخليد الله له في نار جهنم بسبب رفضه للسجود لآدم، فكان شغل إبليس الشاغل هو آدم وذريته. أما عن خلقة حواء فهي تختلف عن نساء اليوم، فخلقتها عجيبة جدا. قال بعض أهل العلم أن حواء كان لها رحما مقسوما إلى قسمين، قسما تحمل فيه أنثى وقسما تحمل فيه ذكرا، وفي كل مرة تحمل حواء بتوأمين ذكرا وأنثى، فكيف كانوا يتكاثرون؟ يقول أهل العلم أن في شريعة آدم عليه السلام كان محرما على الأخ أن يتزوج من أخته التي ولدت معه من نفس البطن، فكل ذكر يتزوج من أنثى من بطن ثانية، وظلوا هكذا حتى تكاثرت البشرية. ومن أبناء حواء قابيل وهابيل، وكانوا من بطنين مختلفين، فكان قابيل أكبر من هابيل، ولكن هابيل كان أشد قوة من قابيل، وقد أعجب ببنت واحدة ولكن من بطن أخرى فهي أخت قابيل. وكان قابيل مزارعا وهابيل راعيا للأغنام، واختلف على من يتزوج هذه الأخت، واشتد الخلاف بينهم، فاحتكما إلى أبيهما آدم عليه السلام، فقال آدم عليه السلام: كل واحد منكما يقدم قربانا لله سبحانه وتعالى، ومن يتقبل الله عز وجل قربانا يتزوج من هذه البنت.
والشيطان يراقب حالهما يريد أن يوقع العداوة بينهم، فذبح هابيل ذبيحته وقدم قابيل حصاده وانتظر من سيتقبل منه قربانه، وفجأة جاءت نار من السماء وابتلعت كبش هابيل واختفى الكبش، فتقبل الله تعالى من هابيل قربانه ولم يتقبل من قابيل. فنظر قابيل إلى هابيل نظرة حقد وغضب، فلما رآه هابيل قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال قابيل والله لأقتلنك. وفي يوم كان هابيل يرعى الغنم وتأخر، فقال آدم عليه السلام لقابيل أين أخوك؟ قال أخي يرعى الغنم. فقال آدم اذهب إليه وآتي به لعله ضل طريقه. فوسوس الشيطان لنفسه الأمارة بالسوء بأن يقتل أخيه، فأخذ قابيل بحجر وذهب لأخيه وقال يا هابيل أيتقبل الله منك قربانك ويرد علي قرباني؟ فسأقتلك ولا تتزوجها. فقال هابيل ذلك لأني قربت أطيب مالي وأنت قربت أخبث مالك، والله لا يقبل إلا طيبا. فرفع قابيل الحجر وضرب به رأس أخيه حتى سقط على الأرض. فصاح هابيل وقال ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ كيف يجزيك الله بعملك؟ والله إن أردت قتلي لن أرفع إليك يدي ولن أؤذيك أبدا. فرفع قابيل الحجر وضرب رأس أخيه هابيل حتى مات. قيل فأراد قابيل أن يخفي جثة أخيه هابيل حتى لا يراه آدم، وعلم أنه فعل مصيبة عظيمة، فأنزل الله غرابين يقتتلان أمامه حتى قتل أحدهما الآخر، ثم أخذ الغراب يحفر في الأرض، ثم وضع الغراب الميت ووضع عليه التراب مرة أخرى وقابيل ينظر إليه، ففعل قابيل مثل ما فعل الغراب، حفر حفرة ووضع فيها جثة أخيه هابيل وواراه في التراب. وكانت هذه أول جريمة قتل في البشرية. ومرت الأيام حتى جاء ملك الموت لنبي الله آدم عليه السلام، وكان عمره حينها 960 عاما، وقد كتب الله لآدم 1000 سنة، ولكنه أعطى 40 سنة من عمره لسيدنا داود عليه السلام. وعندما جاء ملك الموت لآدم جحد آدم، وكان هذا أول جحود من بني آدم، فرفض آدم عليه السلام الموت فأتم الله له 1000 سنة. وفي يوم الجمعة أحس آدم عليه السلام بأن أجله قد اقترب، وقد أوصى لابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار. وقال أهل العلم أن الله أنزل على شيث 50 صحيفة فيها تبيانا لكل شيء، ووجدت حواء عليها السلام الملائكة تدخل عليها ومعهم حنوط من عند الله عز وجل، فوقفت حواء أمامهم، فقال لها آدم إليك عني، لا تبعدي بيني وبين ملائكة ربي. قيل فأخذت الملائكة روح آدم وغسلته وكفنته وصلوا عليه، وتوفيت حواء بعد وفاة آدم عليه السلام بسنة واحدة، ولم يعرف مكانا لقبر آدم عليه السلام. وقيل في هذا 3 أقوال: قيل أن آدم دفن في المكان الذي نزل فيه آدم من الجنة، وهو جبل في الهند. أما القول الثاني أنهم دفنوه في مكة، والله أعلى وأعلم. والقول الثالث أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام دفنه هو وحواء في بيت المقدس بعد أن انكشفت أجسادهم من الطوفان، ولا يعلم مكان دفنهم بشكل محدد وموثوق منه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد.